لا يغيب عن أذهانكم أن عندما نطلق مصطلح أهل السنة والجماعة فإنما نريد أو لا نريد أكثر مما يدل عليه مفهوم هذا المصطلح اللغوي أهل السنة والجماعة. أهل أي أصحاب، أي الذين أكثروا من مصاحبتي، أي الذين بذلوا كل ما يستطيعون لنصرة ما هو مضاف إليه وهو السنة. السنة هي ما جملة ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقلا ودراية على وجه حقيقي حقيق بأن يتم بناء عليه صحة النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك سؤال دائما يتوارد فنسأل، لماذا لا تنسبون أنفسكم للقرآن؟ فلماذا لا تقولون أهل القرآن؟ الجواب سهل بسيط، وهو أن كل من يراعي حق السنة لا بد أن يكون مراعيا حق القرآن، لذلك أطلق عليهم الجماعة، لأن قلوبهم اجتمعت على الدفاع عن هذا الدين العظيم على الأسس والقواعد المتينة العلية التي تعلموها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عظام العلماء ينسبون أنفسهم إلى أهل السنة والجماعة بهذا المعنى. نقول الجواب على وجه الإجمال هو أن الأصل في الإسلام والمسلمين هم الذين يصدق عليهم أهل السنة والجماعة، وإن لم يتسموا أساسا بهذا الاسم على سبيل اللقب أو على سبيل العلم. ولذلك كل أحد خالف أهل السنة والجماعة الذين كانوا موجودين في التاريخ الإسلامي وهم الصحابة ومن تبعهم ومن تابعهم في هذه القواعد الدينية والأفهام الصحيحة، تميز عنهم بخلاف في مسألة فقهية أو في مسألة سياسية أو في مسألة عقائدية، فإنه يضطر اضطرارا لتمييز نفسه عنهم.